العيادة البيطرية نتناول أمراض الحيوان بجميع فصائله المختلفة، الفصيلة الخيلية، المقطرات، الأغنام، الماعز، الحيوانات الأليفة، أمراض الأسماك وأمراض الدواب. نتناول في كل مرض من هذه الأمراض مسببات هذا المرض، أعراضه، طرق انتقال الإنسان والحيوان، طرق العلاج وطرق الوقاية. ودائما أبدا شعارنا في العيادة البيطرية الوقاية خير من العلاج. مشاهدينا الأعزاء، مشاهدي العيادة البيطرية، زي ما وعدتكم الأسبوع الحلقة الماضية إن احنا إن شاء الله هنحاول نجيب لكم مجموعة كبيرة من النماذج بتاع العلايق، وهنتكلم معاكم النهاردة شوية كده بالراحة وبالبلدي على إنتاجية اللبن للمشية والتسمين، وهنتكلم عليهم. طبعا انتوا كلكم عارفين إن إنتاجية اللبن للمشية الحلابة بتأثر بالتغذية الجيدة، ليس فقط في مرحلة إضرار اللبن، ولكن زي ما احنا قلنا في جميع المراحل اللي بتضم المراحل اللي هي ايه؟ بداية فترة الجفاف. مرحلة الجفاف ديت اللي هي الفترة اللي بتسبق الولادة او الفترة المبكرة والمتوسطة والأخيرة في موسم الإضرار. خلي بالنا، ناخد بالنا كويس قوي من التغذية المناسبة للأبقار والمناسبة للجاموس والمناسبة للحلاب خلال هذه المراحل المختلفة. دايما بنبدأ من الأول اللي هي فترة الجفاف. التغذية في فترة الجفاف للحصول على إنتاج لبن عالي خلال موسم الإضرار لازم نحضر البقرة كويس أو نحضر الجاموسة كويس خلال فترة الجفاف بتاعها اللي بتتراوح ما بين 50 لـ60 يوم. أهمية الفترة دي إيه؟ أهمية الفترة بتاع الجفاف اللي احنا كل حابة نقول أهميتها، أول حاجة إعادة الحيوية لخلايا إفراز اللبن في ضريع الحيوان قبل ما أبدأ موسم جديد، بعيد الحيوية في الخلايا بتاعتي. كمان احتياجات الجنين خلال الفترة دي بتزيد، فآخر شهرين في الحمل بزود الأكل بتاعه عشان احتياجات الجنين بتزيد في الفترة دي. بنعتبرها كمان فترة راحة وفترة تعويض للطاقة والعناصر الغذائية الأخرى. عشان كده بنقسم فترة الجفاف دي إلى فترتين مهمين أوي. الفترة الأولانية بنسميها فترة الجفاف المبكر، والفترة الثانية بنسميها الفترة قرب الولادة أو الكلوز أتاك. أثناء فترة الجفاف دي يا أخوانا في إرشادات لازم أقولها ليكم عشان تخلوا بالكم منها. عند التجفيف بوقف التغذية على الحبوب والعلف المركز، وبدي خليط من الأعلاف الخشنة والأعلاف الخضراء عشان أوصل لتمام التجفيف، ويتم ذلك تدريجيا. يعني قبل الجفاف بشوية صغيرين بدي أقلل الأعلاف المركزة، وبدي اللي هي إيه الألياف والحاجات اللي هي برسيم دريس الحاجات دي. البقرة أو الجاموسة في الموسم الأول بتحتاج فترة تجفيف أطول قليلا من البقرة الإيه؟ من الناضجة، وذلك لإعطائها احتياجاتها الكافية للنمو. خلي بالكم يا أخوانا، قدرة البقرة أو الجاموس على الاستمرار في إنتاج كميات كبيرة من اللبن أو بنسميها إحنا إيه؟ الله ينور عليك، المصابرة، تكون أطول في الموسم الأول. خلي بالك يجب تجفيف البقرة أو الجاموسة وهي جيدة، يعني لما تكونش لا نحيفة الجسم ولا تكون إيه؟ تغذيتها لا عايزها سمينه ولا عايزها نحيف. اثناء فتره الاضرار يا اخوانا نحافظ على جسمها من الهزال، ما تبقاش مستهلكه جسمها كله في ايه؟ في الهزال. ما بنجففش البقره وهي سمينه عشان ما نضطرش ان احنا نفقد الوزن ده ويؤدي بعد كده انخفاض كميه اللبن المنتجه بعد الولاده. لا، لا عايزها سمينه ولا عايزها ايه؟ ولا عايزها رفيعه، لا سمينه قوي ولا رفيعه قوي، يعني نقول البودي سكور بتاعها ما بين 3 لـ4 او 2.5 لـ3.5. كمان بدي فيتامين ألف وفيتامين ه، مهم جدا اعطائه فيتامين السيلينيوم وفيتامين ه، من الحاجات المهمه جدا للبقره العشار الجاف. بزود لها الجرعات بتاع الفيتامين ه وفي السيلينيوم عشان المشايم ومشاكل المشايم اللي بتحصل في ايه؟ في بعد الولاده، يعني مشاكل احداث المشيمه. بدي حقنه فيتامين ه وفيتامين فيتامين ه وسيلينيوم، اديها من 15 لـ20 سم في فتره الايه؟
في فترة الجفاف قبل الولادة، وكمان بدي التحصينات الوقائية اللي بتقيني من الأمراض التنفسية والأمراض المسؤولة عن المشاكل بتاع الإسهال. بندي كمان من الحاجات المهمة جدا اللي هو بنسميه السكور جارد أو الكات الماستر، الحاجات ضد الأمراض التنفسية بالأم عشان تنزل معانا في السرسوب، تقي العجل من الأمراض التنفسية الفيروسية وتقي من أمراض الإسهال الإي كولاي والروتا والكورونا. كمان احنا من بداية التجريف حتى قبل الولادة بثلاث أسابيع اللي احنا بنسميها الجفاف المبكر، وتكون درجة أو حالة امتلاء الجسم جيدة زي ما احنا قلنا، لا هي نحيفة ولا هي سمين. طبعا للكميات الموجودة بعد كده في الجداول اللي هنقولها لكم إن شاء الله في أول ما أبدأ في موضوع الجداول. كمان عليق قرب الولادة بنقدمها للعلاج الحيوي قبل الميعاد المتوقع من الولادة بثلاث أسابيع. وفيها احنا قلنا بستخدم عليقة وسطية بين عليقة الجاف المبكر وعليقة ما بعد الولادة، مرحلة وسط ما بين اللي قبل الولادة واللي بعد الولادة. العليقة دي الوسط بينها في تحقيق يعني مطلوب مني الاهداف بتاعتها اول حاجة اعداد الكرش لاستقبال كميات اكبر من العلف المركز، كمان تغطية احتياجات الجنين خلال هذه الفترة. رقم ثلاثة تعويض البقرة على أي مواد جديدة قد يتم استعمالها بعد الولادة مثل البذور الزيتية، الملاس وغيره. في حالة أما تلاقي عندك بقرة ضعيفة أو نحيفة بتم خفض مدة التغذية على عليقة الجفاف المبكر. زي ما احنا هنشوف دلوقتي قدامنا شويه صور يورينا بعض الاجسام اللي احنا بنشوفها زي دي كده، دي عليقه، دي جاموسه الخليط، بقره خليط، بقره بلدي ما بين الفريزيا ما بين الهولشتين وما بين البلدي. دي الجفاف احنا نزود فتره التغذيه البقره قرب الولاده لتصل الى مثلا 6 إلى 5 أسابيع عشان نملا جسمها. دي بالنسبه للبقره النحيفه، بدل ما نخليها 3 أسابيع بس نخليها 6 أسابيع تاخد تغذيه الكلوز اب او تغذيه اللي هي التغذيه الوسط ما بين الجفاف وما بين الحلاق. اما الاقي بقره رفيعه ازود فتره الكلوز اب بتاعها، فتره الاكل الجيد بتاعها اللي هو المرحله الوسطى بينها وبين الحلاق وبين الجفاف العادي. الحيوانات السمينه من العليقه المبكره للعليقه اللي تسبق الولاده باسبوع بنخليها لو حيوان سمين ما بندوش الكلوز اب الا قبل الولاده باسبوع واحد، يعني لو رفيع بدي 1.5 شهر قبل الولاده من التغذيه الثقيله، لو تخين بديله من اسبوع ل 10 أيام. بعد الولاده بنغذي الابغال بعد الولاده اثناء فتره الاضرار، بنقسم الفتره ديت الى 3 مراحل. الفتره الاوانيه اللي هي اللي بنسميها المبكره من موسم الاضرار، والفتره المتوسطه من موسم الاضرار، والفترة الثالثة اللي هي الفترة الأخيرة اللي داخلة على من موسم الإضرار أو داخلة على التجفيف. الفترة المبكرة يا أخوانا من الموسم بتاع إضرار اللبن ديت من المعروف فيها إن إحنا بنعتني جامد جدا بتغذية البقرة أو بتغذية الجاموسة في خلال الفترة دي. في بداية الموسم بتاعها لازم يعني أدي عليقة عالية جدا، يعني معروف إن إحنا بنعتني بالتغذية بتاعتهم في بداية الموسم بتاعهم، نوصل لإيه؟ أعلى نقطة ممكنة في منحنى الإضرار، أعلى حاجة في البيك، أوصل في البيك، أو أعلى إنتاجية ممكنة في موسم الحليب، واللي بيتحكم فيها طبعًا إحنا قلنا التركيب الوراثي سواء للبكرة أو اللي إحنا بنسميها المصابرة، بتوصل للمصابرة أمتى؟ بتوصل للبيك بتاعها أمتى؟ بتوصل للقمة بتاعها أمتى؟ وبعد كده استمرارية الحيوان في إضرار الإنتاجية المرتفعة أطول فترة زمنية ممكنة. وده الحصول ليه؟ عشان ما انخفضش، انا بهتم بيه عشان ما ينخفضش انتاج اللبن بسرعه، او فتره المصابره بتبقى قليله جدا نتيجه لعدم اهتمام بالتغذيه، لما بهتم بالتغذيه بطول فتره المصابره. من الحاجات المهمه برضه بهتم فيها بعد الولاده ان ما يحدثش عندي اي امراض او اللي هي الميتابوليك ديس اورد او عمليات المشاكل خاصة عمليات الهضم زي الكيتوزيس، زي حمى اللبن، الحاجات اللي اللي بنسميها احنا الامراض الايضيه، الامراض اللي بتتاثر نتيجه للتغذيه. زي الميلك فيفر، كيتوزيس، الهايبوماجنيزيميا، كل الحاجات دي هي الحاجات اللي ممكن يجي بعد الولاده. كمان بهتم بالاكل ليه؟ عشان سرعه حدوث اول شيء على البقره او الجاموسه بعد الولاده.
بيعمل ايه؟ بيزود لي الاخصاب، بيرفع الاخصاب الجيد، وبعدين بيقلل اللي احنا قلنا الكاف انترفيل اللي هي الفتره ما بين الولادتين، وبيقلل لي كمان الدي اوبن، وبيقلل لي كمان الدي ان ميلك اللي هي الفتره من الولاده للترقيح المخصبه. الحاجات دي مهمه جدا انها تقل عشان بعد كده يديني الفتره بين الولادتين تقل ويديني مولود كل سنه او كل 15 شهر. كمان العلاقه اللي بتقدم الابار عاليه الاضرار بغض النظر عن كميه اضرارها او انتاجها لازم تستمر لمده 60 يوم من بعد الولاده. ما اقولش ان ديت بتجيب مثلا قليل اوديها للمنخفض، او ديت بتجيب عاليه خليها. كل الحديث الولاده تفضل ياكل لمده 60 يوم او 45 يوم من الولاده. بعد كده بقسمها حسب الانتاج اليومي بتاعها وحسب الكميات الايه الموجوده. دي الفتره اللي احنا ايه الاولانيه. الفترة المتوسطة والأخيرة من موسم إضرار اللبن بنلاحظ فيها أن الحيوان بيستعيد الوزن بتاعه، لأن كمية اللبن اللي بياخدها اللي بتنزل منه بتبقى قليلة، وبيرجع لوزنه المعتاد. بيستعيد بعد كده بتفقد جزء من اللي هو فقده أثناء فترة الولادة وأثناء فترة حيث الولادة والكلام ده. وبنخلي بالنا في الفترة دي في تغذية الأبقار والجاموس بنديله على أساس الإنتاج بتاعه. يعني حديث الولاده ماليش دعوه بانتاجه، اديله عاليه حديث الولاده او عاليه الاضرار العالي، ماليش دعوه بالانتاج بتاعه، وافضل اديله 45 يوم 60 يوم. بعد كده بدي حسب الانتاج بتاعه، اللي بلاقيه بيجيب عالي بديله عليها كامله، اللي بلاقيه بيجيب قليل بديله عليها قليله عشان ما يحدث ما يجيش حيوان ياخد علف كتير وما يدينيش لبن ارجع للسمونيه تاني ويعمل لي مشكله كبيره في عمليه التعشير، ويعمل لي مشكله كبيره في عمليه الايه الخصوبة في المزرعة. العجلات أنا باجي أغذيها نهتم قوي قوي بتغذية العجلات. ليه؟ عشان أوصل لعمر أول ولادة 24 ل 26 شهر. يعني نهتم بالتغذية زي ما احنا هنشوف فيديو قدامنا دلوقتي، عشان أبقى عندي الولادة بتاعتي من 24 ل 26 شهر عند الولادة، ويتحضر بنحقق ده يا إخوانا عشان متوسط الوزن يبقى إيه ما بين الزيادة اليومية 750 جرام، يعني كيلو لربع كل يوم العجلة تزيدهم في ايه؟ في حالة السلالات اللي هي ذات الحجم الكبير زي الجاموس مثلا، أو 700 جرام في حالة السلالات ذات الحجم الصغير اللي هي زي الأبقار الايه؟ البلدية. في حالة انخفاض متوسط زيادة الوزن اليومي بيحدث تأخير في وصول العجلات إلى الوقت المناسب للتلقيح، وبالتالي بيتأخر العمر اللي بتحدث عنده الولادة، وبالتالي يعني إيه يبقى عندي بأكل أكتر وما يدينيش إنتاج أكتر. المرحلة اللي هي ما قبل الفطام اللي احنا شايفينها قدامنا دلوقتي دي، بيجب إعطاء السرسوب خلال 12 ساعة من الولادة. بندي 4 لتر في اليوم في الساعات الأوانية، ما يقلش عن 4 لتر، عشان قلنا ال 20 الام جي بتاعتنا تبقى واصلة ل 20 ملي جرام. الطريقة 200 ملي جرام الطريقة الوحيدة اللي يمكن خلال انتقال الأجسام المناعية من الأم للجنين عن طريق السرسوب. مهم جدا زي ما احنا قلنا قبل كده، التأخر في إعطاء السرسوب بيعمل مشاكل كبيرة جدا جدا جدا، لأن لما متأخر بيقل من امتصاصه، الامتصاص بتاعه بيتناقص سريع جدا بعد الولادة، وبيتوقف الامتصاص نهائي بعد 24 ساعة من الولادة. عشان كده مهم قوي ان انا بقى اعطي السرسوب خلال اليومين الاولانيين، وبالذات خلال الساعات الاولى، لان العجل بيبقى نازل بدون اي مناعه نهائي. المناعه الوحيده بتاعته اللي هي بتجيله من السرسوب، المناعه المكتسبه اللي بتجيله من السرسوب. بدي علف بادئ جيد عالي القيمه الغذائيه ابتداء من اليوم الخامس او السادس بعد الولاده، وبيقدم البادئ ده للشبع. يعني يديه الحيوان قدامه، يترك حر قدام الحيوان. هو غالبا ما بيبقى من نص كيلو لكيلو لربع، ونوصل كيلو يبقى احنا دخلنا على مرحله الفطار، مع الحرص ان اعطاه بكميات صغيره طوال اليوم عشان ما يحصلش ايه بلل ليها ويحصل تعفن فيها. بيساعد في تطور الكرش، بيقلل اعتماد الحيوان على اللبن، بيديني البابليه اللي موجوده في الكرش بتبقى واضحه جدا وقويه جدا، بيبقى جاهز لان هو يدخل في مرحله الفطام ومرحله النمو بسرعه جدا. كمان بنصح باخر اعطاء الدريس او اعطاء الاعلاف الخضراء الى ما بعد الفطام. ممكن اديها للعج قبل الفطام باسبوع او 10 ايام، اديله ايه عليقه ناشفه دريس او تب قبل ما افطمه باسبوع كده على ايه شويه العلف، عشان ايه يصنفروا لي شويه الايه البابليه اللي عنده يبدا داخل على الفطام كويس.
ببطم العجل أنت لما بياكل ما بين كيلو لكيلو ونص بادئ يومياً. أول ما بلاقي العجل وصل إنه بيخلص لي من كيلو وربع لكيلو ونص من الأكل اللي أنا بحطه له من العلف ممكن أفطمه. خلي بالكم إن الفطام ده بيعتبر مرحلة إجهاد استرس على العجول، وبالتالي بفضل بتأخير الفطام لو ما فيش عوامل أخرى مسببة إيه للإجهاد ده زي التحصين أو الأمراض أو غيره. بنصح العجل يتفطم عند وزن 90 كيلو جرام أو 100 كيلو جرام للأنثى، 90 كيلو جرام للذكر أو 100 كيلو جرام للأنثى، أو إن هو ياكل كيلو ونص من العلف البادئ بتاعه ده ممكن أفطم. بعد الفطام بشوية صغيرين ما جيش بقى أمنعه خالص من العلف بتاعه العلف البادئ، لا أخلي يستمر معاه العلف البادئ لمدة أسبوع أو 10 أيام عشان ما يحصلش الانتكاسة جامدة ما بين أنه يتمنع عن اللبن ويتمنع عن العلف البادئ فيروح مني العجل أو يضعف أو يهزل، لا خليني ماشي معاه أسبوع أو 10 أيام بنفس العلية النامية اللي أنا بديها العناء البادية اللي أنا بديها له من فضلة إيه الرضاعة. مرحلة العشر أو مرحلة البال العشار من الفطام ديت احنا بنقول ايه من الفطام لغايه 6 شهور بستخدم فيها العليقه الخضراء السلاج التبن، ما بتقتصرش على ايه الانواع ديت وحدها، وانما ايه العجلات لغايه ما توصل لغايه سن تحت التلقيح بكتر في الالياف على قد ما اقدر. ملحوظه عايزين نقولها، في جايب لكم معايا هنا مجموعة، جهزوا بقى ورقكم والإقلام بتاعتكم، مجموعة للنماذج، نماذج العليقة كلها من أول العشار، ومش عارف أنا هي لو مش واضحة قدامكم نخليها وضوح يعني باين على الشاشة كويس، فاكتبوها بقى كل حاجة مكتوب عليها تاريخ، يعني دي التركيب الغذائي لكل المواد أشهر المواد، يعني لازم عشان تبقى ماشي كويس في تركيبه او فاهم تركيبه تعرف الذره فيه كام والصويا فيها كام والرده فيها كام والقش فيه كام والتبن فيه كام من ناحيه الالياف من ناحيه البروتين من ناحيه الطاقه من ناحيه الحاجات دي تبقى انت واخد خلفيه عنها او باصص. المخرج حتى بيقول لي لو هم مش هيلحقوا يكتبوها ممكن بالموبايل يصوروها من على الشاشه وبعد كده تبقى انتوا تحتفظوا بيها وتكتبوها براحتكم من على الشاشه. يبقى احنا بنعرف الاول التركيب الغذائي لاشهر المواد الغذائيه بتاعتنا، وهمليكم بقى كل واحده بعد كده من اول البادئ العلف المركز البادئ قد ايه العشار الحلاب كل واحده هجيب لكم نموذج خاص بيها. اهم حاجه ان في ما بنعطيش العجول في المرحله الاولى اعلاف بها يوريا او بها امونيا، اللي مش هيلحق يتفرج عليها يصورها ويرجع يكتبها تاني زي ما حضرتك يعني قلنا كده. بعد كده خلي بالكم يمكن استخدام السلاج بعد عمر 4 شهور بشرط ضمان جودة السلاج وأقدم معاه دريس أو أقدم معاه برسيم. بيستخدم العلف البادئ برضه بواقع 2% من وزن العجلة، بالإضافة إن العلف الأخضر المتاح أو الدريس بعتمد على الاعلاف الخضراء الجود كواليتي. جوده الاعلاف الملئه كل ما تكون عاليه كل ما قل احتياج العجلات للاعلاف المركزه. لما يكون البرسيم كويس والدريس كويس والسلاج كويس ما بحطش مركزات كتير. الاعلاف مرحله ما بعد الفطام لمرحله بعد عمر 6 اشهر حتى التلقيح اللي هو وزن 350 كيلو جرام والعجلات العشار كمان بيكون الكرش ايه بديله الياف على قد ما اقدر، ويكون الكرش مكتمل عند هذا العمر، وبالتالي يمكن الاعتماد اكتر على الاعلاف الخضراء والاعلاف الخشنه وتقليل نسبه الاعلاف المركزه عاليه التكاليف. فمهم قوي ان انت من اول 6 شهور لغايه ما تبقى عشر قبل الولاده ادي ركز على الاعلاف وقلل المركزات. تتم التغذيه يا اخوانا زي ما احنا قلنا في الخلطات اللي انا قلتها لكم دي، يعني كل خلطه اكتبوها براحتكم المخرج يعيدها مره والثانيه، ومرحله ما قبل الولاده تشوفوها واخر شهر قبل الولاده تشوفوه، والتغذيه على الكميات الموجوده في العلاقة قرب الولاده هتجي لكم واضحه قدامكم، وفي نماذج كتير من العلايق واحده واحده كده تنقلوها لانها انتوا طلبتوها اكتر من مره وبتتحركوا كل اسئلتكم
عندي كذا عندي كذا، فانا جبت لكم العلاي من اول عجل الرضيع لغايه البقره وهي بتولد. في علاي بنغذي ماشية عليها شتويه لو في وجود وفره من البرسيم، وفي علاي صيفيه لو ما فيش اي برسيم، وبنهتم تربيه الحيوانات خلال الفتره من الولاده حتى الفطام عشان خلي بالكم الاهداف اللي انا هنقولها لحضراتكم ديت. لو اكلته كويس وغذيته كويس هتقدر تتحكم في نسبه النزلات المعويه عنده او الاسهالات، هتقدر تحصل على معدل نمو مناسب، هتقدر توصل لسن فطام مبكر من 70 يوم ل 90 يوم لو اكلته كويس جدا، ويمكن تفطم على 70 يوم او 80 يوم او 90 يوم. تطور الجهاز الهضمي للعجول الرضيعه، معروف ان العجول الجهاز الهضمي للعجول البالغه بيتكون زي ما انتم كلكم عارفين من اربع غرف: المعده الاولى اللي احنا بنسميها الكرش، والمعده الثانيه اللي احنا بنسميها الشبكيه، والثالثه الورقيه، والرابعه اللي هو الابوميزل او المعده الحقيقيه او المنفحه. بيلاحظ يا اخوانا عند ولاده العجل بيكون المعده الحقيقيه او المنفحه او الابوميزل هي الجزء الاكبر للمعده، تقريبا 70% من التركيبه بتاع المعده دي كلها هي الابوميزل. مقابله لما بيكبر العجل ده الابوميزل بيبقى 8% من الحيوان البالغ، يعني هو صغير بيبقى 70%، ولما يكبر الحيوان يبقى الابوميزل 8% من حجم الاربع غرف دول. اللبن اللي بيرضعه العجل الرضيع بيمر دون المرور على المعده الاولى، ليه؟ عشان ما يتخصلش اللبن في الكرش اللي هو اصلا مش مستعد لهضم هذا اللبن، اللي هو الكرش في الوقت ده بيبقى نسبته 8%، مش يعني عشان كده لو دخل على الكرش على طول بيحدث معانا اضطرابات هضميه وبيحدث مشاكل كبير قوي. لكن مع التغذيه على الاعلاف الجافه اللي هي بقى المركزات بيحدث ايه؟ نمو سريع تدريجي ومطرد للكرش. اول ما عند 6 اسابيع كده او عند 5 اسابيع بتلاقي العجل بقى ايه؟ الكرش بتاعه بدا يكتمل، وممكن تفطم العجل لو هو تناول كميه من العلف الجاف تصل الى 1.5 كيلو في اليوم. يعني مش هشترط انا ايه يوصل 90 كيلو او 70 كيلو او 100 كيلو، لو خد 1.5 كيلو في اليوم من العلف البدوي بتاعه ده وفر اللبن وافطمه. بس خلي بالك لازم تمشي معاه شويه بالعلف البادئ، ما تفطموش على طول وتديله الياف بس وخلاص وما تديلوش مركز، لازم تمشي معاه اسبوع او 10 ايام من العلف اللي هو طالع بيه من العجل الرضيع. خلي بالكم الحاجه دي عشان ما يقعش منكم، ما يزبلش العجل، لان يعني انا بخش مزارع كتير قوي بلاقي العجول الفطام متبهدله والعجول البلدي والعجول الرضيعه ملظلظه وكويسه و100 100، ليه؟ لان هو بيفطمها من اللبن وبيفطمها من العلف البادئ وبيديها علف يعني، فاديها اديها مرحله اديها مرحله كده 5 ايام او اسبوع على نفس العلف البادئ، وبعد كده دخلها في عليه الفطام. خلي بالك البادئ من الاسبوع الاول بيتقدم بكميه صغيره في حفنه اليد كده، ومع الوقت وتعود العجول عليه بيتم ترك البادئ امامه ياكل منه وفق احتياجه حسب الشبع. يعني بديله الاول حبه صغيرين، شويه شويه وصل نص كيلو، شويه شويه كيلو، شويه كيلو وربع، لغايه ما هو يبدا ايه ينتهي من هذا الكيلو وربع او الكيلو ونص. بقلل طبعا كميه اللبن، بلاقيه بياكل علف كتير بقلل كميه اللبن تدريجي. اهم حاجه قلناها مرات عديده ومرات كتير قوي قوي، الميه، وجود ميه نظيفه قدام العجل حتى لو 24 ساعة المية موجودة والعلف موجود، ساعة اللبن ماشي لكن المية ما تمنعش أبدا عنده. لو أنا لسه شاري عجول جاموسي من بره، خاصة عجول الجاموس، بدخلها تدريجي، ببدأ الأول ب 100 جرام في اليوم، وبعد كده برفع ل 200 جرام ل 300 جرام لغاية ما أوصل ل 2.5 كيلو جرام بادئ مع الدريس. لازم يكون الدريس ده عالي الجودة، لازم اراعي ان هو ما فيش فيه عفن، ما فيش فيه فطريات، ما فيش فيه اي حاجه من الحاجات دي اثناء فتره الرضاعه. خلي بالكم يا اخوانا من نمو العجل اثناء فتره الرضاعه ما بين 650 جرام ل 700 جرام في اليوم، دي الحاجات اللي هي ستاندر، ممكن يبقى ازيد من كده ممكن اقل كده حسب ايه اللي انت ماشي بيه. الفطام من حتى لغايه 180 كيلو جرام يعني لغايه 6 شهور بيزيد معايا من 800 جرام ل 900-950 جرام يومي. لو انا بستخدم استخدام البادا بستخدم خليط علف مركز للعجول البادا، تقريبا نسبه المويه فيه
76%، ده بالنسبه للعلاقه البدء اللي انا اقول لكم عليها، 56% ذره مجروشه ومعاها او 60% ذره مجروشه ومعاها 15% او 20% صويا والباقي بدي رده، ده العلف البادئ لو ما كانش عندكم ايه التركيبه جت على الشاشه قدامكم. ده تقريبا اللي انا عايز اراجع معاكم فيه. هنستاذن بس المخرج انه يعيد عملية النماذج تاني، نماذج العلائق تاني، ينزلها لكم قبل ما نطلع الفاصل، ينزلها لكم مرة وبعد أول ما تخلص على طول نطلع إيه الفاصل. الموسم الأول يا إخوانا بعد نهايته لازم إحنا إيه بنكتر في البرسيم. خلي بالكم العلائق دي يا ريت تهتموا بيها وتسجلوها عندكم، دي علاقة لكل إيه؟ لكل حيوان هيقدر بالعمر بتاعه. دي علاقة الفئات البقر والجاموسي، وزن 180 كيلو جرام حتى التلقيح، وزن 340 كيلو جرام، دي برضو موجودة عندكم، الحقوا يعني خدوها. ونخلي بالنا يا اخوانا التغذية أثناء استلام العجول، دي بيستقبل العجول على دريس أو برسيم متدبل أو دراوة لمدة 3 أو 4 أيام زي ما احنا قلنا. أكتر في فع حقن الفيتامين، بستهلك عند لما أحب كمان أعمل حاجة عند اختيار عجول للتسمين، أراعي المواصفات الشكل التالية: الجسم يكون طويل، عميق البدن، واسع الأضلاع، أرجله غليظة، رأس الكبيرة مربعة، العجل يكون عظامه واسعة من الخلف، تكون مظاهر الحيوية بادئة على الحيوان، في بريق عينين، في المخطم مندي، الودان منتصبة كويسة، الشعر بيلمع، الوزن المناسب للبيع يا اخوانا لازم يكون تحويل الغذاء في نمو الجسم الحيواني يكون مرتفع بالنسبة للعجول الصغيرة، وهو احنا بنسميه بكفاءة تحويل الغذاء، وبتكون مرتفع في العجول الصغيرة وبتقل هذه الكفاءة او بتنخفض معدل التحويل الغذائي بتاعها في الجسم لما الحيوان يكبر. كل ما الحيوان يكبر في العمر بتقل الحكايه دي، ليه؟ عشان هو الحيوان بيحتاج عليها حفظه فبيكلفني اكتر، بيكلفني فلوس اكتر، اما لو هو صغير بيكلف عليها حفظه صغيره وعليها انتاجيه عاليه، فبيديني ايه المعدل نمو اعلى، عشان كده بننصح بدء التسمين لما يكون وزن العجل تقريبا من 160 كيلو ل 150 كيلو، وبعدين في السن ده بيمكن الاستفاده من خاصية سرعة التحويل، سرعة تكوين اللحم في الحيوان الصغير والتشطيب المبكر، وبالتالي أقدر أبيعها بدري. يبقى الوزن المناسب للبيع المصحوب بنوعية ممتازة من اللحم بيبقى حاليا ما بين 400 كيلو جرام ل 450 كيلو جرام، بعد كده بيبقى في ايه؟ في خسارة لك أو في مش مفيش مكسب قوي أو مكسب عادل لك. يبقى أحسن حاجة قبل ما نطلع الفصل أقولها وبعد كده هنطلع فاصل، اللي هي نشتري العجول وزن 150 كيلو جرام ل 170 كيلو جرام، ونبيع العجل على وزن 380 كيلو جرام أو 440 كيلو جرام، دي أحسن فترة إن يديني معدل تحويل أكتر، خاصة في العجول البلدي أو العجول الجمسي. مشاهدينا الأعزاء